رضيعة تبكي في كل محاولة لمغادرة إدلب إلى تركيا، وكأنها تقول لا أريد أن أفارق هذه الأرض. تمكن والدها من العبور أولا منتظرا أن تلحق به زوجته وطفلته، ولكن بكاء هذه الطفلة كان يفضح عملية التهريب في كل مرة. اضطرت الأم إلى ترك فلذة كبدها في سوريا لتنضم إلى زوجها بانتظار حل يمكنها من لم شمل العائلة. تفاصيل أكثر عن الطفلة ريتاج في هذا التقرير. يمكن ما أشوف بنتي، وارد أني ما أشوف بنتي، أكيد وارد أني ما أشوف بنتي. أنا فراس خالد العساودة من محافظة درعا مدينة نوى، ممرض بمشفى جاسم الوطني. فكرت أني أجي على تركيا، ما قدرت أجي أنا وزوجتي وبنتي كونها كانت حامل. جيت لوحدي أنا، لسوء حظي أني اعتقلت. رحت على كذا فرق، وآخر شي رب العالمين هيك فك أسري وطلعت من السجن. جيت لأدلب، من أدلب قعدت تقريبا شي أسبوع، بعدين اجيت على تركيا. اضطريت رغما عني يعني اني الجأ لموضوع التهريب. المبلغ كبير، اضطرينا انه نتدين مشان انه اجيب زوجتي انا وبناتي واختها واولادها اثنين. بعد شهرين ثلاثه اجت مرتي فعلا، بس اجت لحالها، والبنت الرضيعه بقيت في ادلب. ليش؟ قال البنت اثناء المحاولات عم تبكي وبتطالع صوت فبتنمسك العالم. اقتراح المهرب انه روحي انت وبعد يومين او ثلاثه بنلحقك بالبنت. صلى الله وبارك قلنا ما في مشكله. ست شهور بنتي الرضيعه موجوده في ادلب، كانت موجوده عند المهرب. قال اخي تاخذ بنتك. اضطريت انه اشوف جماعه ثانيين اللي هي اخت مره موجوده في ادلب شايل البنت عندها هي حاليا. كنت تعبانة، كانت مرضانة، حطت عندي أمانة وقلت زكاتك إذا بتحمي بديري لي بالك علي لأني ما خرج أطالع لأني مرضانة. ولكن هلأ وضعها شوي يعني أزبط شوي، يعني هلأ عم توقف ما عم تمشي، يعني خلنا نقول أول مشية. وبالوقت الراهن واقف عاجز إني أجيب بنتي ريتاج. بنتي اللي موجودة في إدلب ما شفتها، كانت أمها حامل. جيت أنا على المعتقل على تركيا، خلفت زوجتي وأنا في تركيا. يعني بنتي ما بتعرفني، يعني هلأ أجيبها حطها قدامي ما بتعرفني، أنا ما بتعرفني لأنه ما شافتني، فإلها ست شهور غايبة عن أمها وما بنعرف. يمكن الست شهور يصيروا ست سنين، يمكن ما أشوف بنتي. إذا ما وصلت بنتي لهون أو ما في جهة مختصة أو معنية بهذا الوضع عن طريق لم شمل أو عن طريق منظمات أو إلى آخره أو عن طريق التهريب حتى، يعني وضع الصحي هلأ نوعا ما ممتاز شوي، ولكن يا هل ترى إذا وضع الصحي ممتاز خلاص يعني يضل بإدلب؟ لم أعرف التفاصيل قصة الطفلة ريتاج. معنا فراس عساودة والد الطفلة. عفوا مساء الخير. مساء النور أخي. بداية، وين موجودة ريتاج حاليا؟ والله يا أخي الكريم موجودة في أدلب عند امرأة عم تعتني بها مبدئيا، ولكن مش مثل امها يعني ومش كما يجب. اكيد يادت. بس يعني مين هي هاي الامراه؟ هل في صله قرابه بينكم شيء او من جهه المهرب حسب ما فهمنا من التقرير؟ لا، مو ما في قرابه بيننا وبينها، ولكن لما كان زوجتي هنيك عندهم تعرفت عليها كونها قريبه على المهرب نوعا ما بيتها. بس مش اكثر يعني، ما في قرابه بينه وبين المحرر. طيب كيف هل عم يتم الاعتناء فيها؟ كيف وضعها الصحي حاليا؟ والله وضعها الصحي كان سيء جدا في البدايه،
ولكن هلا وضعها الصحي تقريبا نوعا ما اضبط شوي، ولكن يعني حتى لو انه وضعها الصحي ممتاز جدا اكيد اكيد بعد عن امها هذا امر سيء. هذا الشيء طبيعي، بس يعني من موقعنا هون بدي وجه تحيه لهي الامراه اللي عم تربي وتساعد طفله ما بتعرفها ولا يعني بتعرف شيء لا عنكم يمكن ولا في اي صله بيناتكم. اكيد اكيد، وانا بوجه تحيه لها وبشكرها من كل قلبي، يعني حتى اذا بقدم لها عيوني ما بكافيها، يكفي انها غريبه وشايله بنتي. صحيح. يكفي هذا الشيء يكفي. سيد فراس، يعني شو هو اللي خلاك او اضطرك تترك بنتك عند ناس غريبه؟ ما كان في عندك حلول ثانيه؟ يا ريت حطنا بصوره هذا الظروف، يعني انت تركت بنتك بعمر الشهور مع ناس غريبه. والله يا اختي يعني في امور قانونيه بتمنع انه تيجي بنتي، حتى انا ما تركتها هنيك، يعني انا كنت بالمعتقل وجيت انا، بعدين اجى زوجتي اجت وبنتي الثانيه، والبنت هذيك اضطرت انه تبقى هنيك كونه كان في مرض نوعا ما شوي. تحسنت البنت وللاسف الشديد اني حاولت كذا مره ما قدرت اجيبها، حتى حاولت عن طريق لم الشمل. في اشياء قانونيه بتمنع هذا الشيء اني اجيب بنتي. شو هي الاشياء القانونيه اللي بتمنع انه انت تلم شمل بنتك؟ حطنا بصوره هذا الموضوع. يعني حصرا انه البنت موجوده هنيك في ادلب، بدي اكون انا معي كمليك، زوجتي معها كمليك، الامور هاي موجوده طبعا، ولكن بدها تكون عائله كامله حتى تيجي الموافقه. اللي هي مسؤول عنها الوالي حصرا. ممكن الوالي ما معه صلاحيات او مو بامكانه انه هو يلم شمل طفله رضيعه، بلم شمل عائله ولست اشخاص افراد. طيب فراس، يعني هلا كلياتنا بنعرف حاله الهلع بتكون اللي اصيبت فيها اكيد زوجتك لما اضطرت تترك الطفله على الحدود السوريه وهي تجتاز الى الحدود التركيه، ولكن سالتك زميلتي انه ما كان في حلول اخرى، مثلا تنييم الطفله او اي شيء تقدر تعمله الام لحتى تقدر تنجي بنفسها ومع الطفله تكون معها؟ للأسف الشديد كان اقتراح، والاقتراح كان سيء جدا، انه دخلت زوجتي وعلى اساس انه بعد يومين او ثلاثه تلحقها البنت. للاسف الشديد. كيف يعني تلحق؟ قصدك انه في حدا واحد يعني شخص اخر بده يجتاز الحدود السوريه التركيه وياخذ هي البنت قصدك؟ نعم بالضبط، طبعا بوعد من نفس الشخص اللي هو المهرب انه انا بدي احلل لكم اياها بعد يومين ثلاث. وللاسف الشديد هذا الشيء صار له 6 شهور، حتى انا حاولت مره اجيبها، للاسف الشديد ويؤسفني انه مسكت البنت الرضيعه، طبعا هذا الشيء ماساه جدا. بحب اضيف شغله ثانيه بعد اذنكم. طبعا انا ماساه حقيقيه انا وزوجتي بالوقت الراهن، يعني حتى بنقعد اذا بدنا ناكل انا وياها بتطلع الدمعه في عينها. صح. مشكلة كبيرة، وعانيت كثير وحاولت بدل قصارى جهدي اني اجيب البنت، ولكن للاسف دون جدوى. للاسف الشديد. بدنا نتمنى يلتم شملكم سريعا، وبنتمنى من الاهالي واي شخص يعني ما يغلط هذا الغلط انه يترك اولاده او بنته، او لانه احنا بحاله حرب، فمن الصعب جدا انه بعد ما ينتقل كل شخص الى مكان والى دوله اخرى انه يرجع يلتئم. نتمنى انه فعلا يعني يكون في طريقه قانونيه او حل يعني تقدروا تشوفوا بنتكم. بدنا نشكرك فراس عساوده والد طفله ريتا، شكرا لك. العفو منك، شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. مشاهدينا فاصل ورجعين.